الجيش الملكي، الجيش الملكي كذلك اللي حسابيا هذه محاولة محمد ونجم شوادي عمال، والهدف الأول لفائدة شباب أطلس خنيفرة. محمد ونجم أكيد نجم الفريق يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق شباب أطلس خنيفرة في حدود الدقيقة 4. إذن شباب أطلس خنيفرة بدون مقدمات يتمكن من تسجيل الهدف الأول، وفرحة كبيرة. تابعوا التمريرة، ما كاينش هناك تسلل، مشى محمد أونجم يراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك. شباب أطلس خنيفرة في المقدمة في بداية هذا المباراة، هدف كان جميل. لاحظوا حتى الطريقه باش تعامل مع الكره محمد ونجم، نجم الفريق، واكيد اللي غادي يغادر الموسم المقبل نحو القلعه الحمراء وفريق الوداد. اكيد لاعب موهوب، لاعب عنده امكانيات كبيره وبامكانه. اسماعيل الحداوي، اسماعيل الحداوي ضاعت من الكره كما لقيت الحارس. تمريره مشى ميغنان ضيوف، هذه محاوله خطيره لفائده فريق شباب أطلس خنيفرة. ميغنان ضيوف دخل داخل المعترك، كما رات تمريره محاوله، والهدف الثاني لفائدة فريق شباب أطلس خنيفرة. والمسجل والموقع هو محمد أونجم. محمد أونجم كيتمكن من تسجيل وتوقيع الهدف الثاني لفائدة فريق شباب أطلس خنيفرة. كانت محاولة ومرتد هجومي خاطف كمال أيت الحاج. تمريرة في اتجاه اللاعب ميكل الضيوف، لاحظوا أكيد ردة فعل ديال كمال الزواغي. فرحة كبيرة سواء على مستوى الدكة التحتية ديال فريق شباب أطلس خنيفرة. لاحظوا كمال عيد الحاج، التمريرة ما كاينش هناك تسلل. ميغنان ضيوف وراء المدافعين بشعب الكرة، رفع الرأس ديالو، يعني ما زاد ما نقص، مرر نحو اللاعب محمد أونجم. لاعب كبير، لاعب عنده إمكانيات كبيرة، وبالتالي ممكن أن نتابعوا محمد أونجم نجم ديال الدوري الاحترافي الموسم المقبل. كما قلت لأنه سيحمل قميص فريق كبير بقيمة فريق الوداد، وبالتالي أكيد اللون الأحمر سيرافق محمد أونجم، وبإمكانه أكيد اتحاد زموري الخميسات أكيد لمطالب أكيد في المباراة ديال اليوم. حتى النتيجة ديال التعادل ما كتخدمش المصالح ديالو بتاتا. هذه محاولة هشام فتحي، هشام فتحي والهدف، هدف لفائدة فريق اتحاد زموري للخميسات اللي كيتمكن إذا من تسجيل الهدف. يعني كانت تمريرة من معسير ديمبيلي، مشى هشام فتحي واش لمس الكرة. إذن هدف لفائدة فريق اتحاد زموري للخميسات، أصبح النتيجة الآن 2-1. يعني كانت تمريرة من معسير ديمبيلي اللاعب الماري. لاحظوا مرة أخرى ديمبيلي خطا الكرة، رفع الكرة هشام فتحي، يعني اعتقد يعني واش لمس الكرة، اعتقد لمس الكرة يعني يعني بالرأس ديالو، وبالتالي 2-1. ثلاثة ديال الأهداف، 2 أهداف خلال الجولة الثانية. لاحظوا صاحب التجربة لاعب الفاتحة كيطلب من اللاعبين لتسديد هذه ضربة الجزاء، فرصة لتعديل الكفة بالنسبة للفريق الضيف فريق اتحاد زموري الخميسات. هل لمحمد الركاب رأي آخر حكم المباراة؟ غادي يعطي يعني الصافرة ديال الإعلان على يعني تنفيذ ضربة جزاء اللاعب إسماعيل الحداوي والهدف. إذن هدف التعادل لفائدة فريق اتحاد زموري للخميسات، هدف التعادل لفائدة فريق اتحاد زمول الخميسات، والمسجل هو اسماعيل الحداوي. لاحظوا اسماعيل الحداوي اختار الجهة اليسرى او المكان اللي كيتواجد به الحارس محمد الركاب. يعني لاحظوا يعني التسديدة كانت جيدة، وبالتالي هدف ديال التعادل، هدفان لميت ليما على مود 10 دقائق الان من نهايه المواجهه ونهايه هذا النزال. نزال قوي، نزال ساخن وحارق بين الفريقين قمه اسفل الترتيب حتى الان. ولو ان يعني يمكن لو كان الجمهور كانت غتكون بشكل وطعم اخر، ولكن